وعباد الرحمن الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. العظمة والحلاوة دي بتسمع مين من المشايخ؟ انا بحب اسمع الشيخ حسن صالح. تمام. والشيخ احمد نعيم في عزات القران الكريم. ما شاء الله. احنا عايزين نسمع كده حاجه بقى ليهم كده ونسمعها للناس. تقلدهم كمان ما شاء الله يعني. بتعرف تقلدهم؟ ما شاء الله. لازم نسمع حد بتقلديه فعلا دلوقتي حالا. يلا بينا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله الله ايه العظمة والجمال ده. لا احنا محتاجين نسمع تاني بقى ونسمع زي ما انت قلتيلي تتر إذاعة القرآن الكريم بس كده. تمام. يلا بينا. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ايه الجمال ده. انا مش عارف اجيبها. انا ما اعرفش اجيبها. الله يبارك فيك. ما شاء الله على الجمال والعظمة.